البنك الأهلي غدك الآن. ما هي الخدمات التي يوفرها تمويل الأهلي التأجيري بعد استلامي للسيارة؟ اهتمامنا بك لا يتوقف بمجرد حصولك على السيارة، بل يمتد إلى ما بعد ذلك، حيث وفرنا لك مراكز متخصصة لخدمة عملاء التمويل التأجيري منتشرة في جميع أنحاء المملكة، ومجهزة بفريق عمل محترف هدفه توفير خدمات ذات جودة عالية، مثل إصدار تفويض سائق إضافي، حيث يمكنك تفويض سائق ثان بشرط أن يكون عمره فوق 18 سنة ميلادية، تفويض قيادة دولي يتيح لك السفر بكل سهولة إلى دول الخليج وبعض الدول المجاورة، خدمات إنهاء العقد، حيث يمكنك سداد ما تبقى من مبلغ التمويل مبكراً وتملك السيارة، أو نقل العقد باسم شخص آخر، أو تقسيط دفعة التملك إذا لم يكتمل لديك مبلغ الدفعة كاملاً. كما بإمكانك إنهاء العقد قبل انتهاء فترة التمويل وإرجاع السيارة إلى البنك. مع تمويل الأهلي التأجيري، احصل اليوم على سيارة الغد. البنك الأهلي، غدك الآن.